السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. فيديو اليوم مهم جدا، خاصه فيما يتعلق بقضيه اللاعبين المغتربين او اللاعبين مزدوجي الجنسيه. هذ من اللاعبين اللي تكلم عليهم المدرب جمال بالماضي، وعلى الوالدين تاعهم وعلى المحيطين بهم والعديد من الامور. لكن كاين شق مهم في القضيه، راح نسمعوا هذا الفيديو ومن بعدها نعاودوا نرجعوا على الشق والطرف الآخر المهم في انضمام هؤلاء اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية وخاصة في القارة السمراء. ديجا شو تري سوربري vous êtes au courant de tout. Je sais pas si j'ai des choses dans mon téléphone mais non c'est vrai que Sergio m'a contacté et ça m'a touché. Déjà avant tout ça m'a touché parce que c'est je pense que c'est on sait le joueur qu'il est. C'est pas tout simplement le meilleur joueur africain, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand un joueur comme ça, de ce standing, vient vers vous, c'est voilà, pour tout jeune Sénégalais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc non, il est venu vers moi, il m'a demandé est-ce que je comptais pour jouer pour le Sénégal, est-ce que j'avais la motivation pour défendre les Lions. Donc bien évidemment, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et il a très bien reçu, il était très content. Et derrière, voilà, il en a parlé un peu au coach, je sais. Et voilà. Donc, non, quand Sadio, il vient me voir, il me dit « Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a des grands objectifs. » Ça m'a touché, ça m'a surpris. Déjà, je suis très surpris, vous êtes au courant de tout. Je sais pas si j'ai des choses dans mon téléphone, mais... Non, c'est vrai que Sadio m'a contacté. Et ça m'a touché. Déjà, avant tout, ça m'a touché parce que c'est... Je pense que c'est... On sait le joueur qu'il est. C'est pas tout simplement le meilleur joueur africain, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand un joueur comme ça, de ce standing, vient vers vous, c'est... Voilà, pour tout jeune Sénégalais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc non, il est venu vers moi, il m'a demandé est-ce que je comptais pour jouer pour le Sénégal, est-ce que j'avais la motivation pour défendre les Lions. Donc bien évidemment, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et il a très bien reçu, il était très content. Et derrière, voilà, il en a parlé un peu au coach, je sais. Et voilà. Donc, quand Sadio, il vient me voir, il me dit « Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a des grands objectifs. » Ça m'a touché, ça m'a surpris. Moussa Niakhité, Moussa Niakhité, لاعب نادي ماينز سابقا واللي تقل حديثا لنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج. موسى نياكيتي اللي انضم للمنتخب السنغالي يعني بعد مدة طويلة. كان هذا اسم تاع موسى نياكيتي يتداول في الصحافة الفرنسية ولا الصحافة السنغالية انه اللاعب موسى نياكيتي قريب للمنتخب السنغالي بعيد عن المنتخب السنغالي. اللاعب موسى نياكيتي في تصريح صريح في ندوة صحفية قبل مقابلة إيران والمقابلات الودية اللي عملها منتخب السنغالي، فاز على بوليفيا وتعادل مع منتخب إيران بقيادة كيروش. إذن موسى نياكيتي تكلم على دور القائد ألا وهو ساديو ماني. ساديو ماني قال لك هو قربني من المنتخب السنغالي، ساديو ماني هو اللي تحدث معايا، ساديو ماني هو اللي قال لي ماذا بينا نشوفوك في المنتخب الوطني السنغالي ونحتاج الدور نتاعك داخل المجموعة ولا داخل المنتخب السنغالي. إذن دور هنا يتجلى دور القائد، دور ساديو ماني. ساديو ماني أيضا ممكن نعتبره كمناجر، يعني بين قوسين كمناجر ولا كمدرب خارج الميدان، كمدرب خارج الميدان أو كجهة رسمية إدارية كاتحادية سنغالية، لكن هذا هو دور القائد. إذن ساديو ماني تحدث مع نياكيتي وممكن شرح له ما ناش عارفين المشروع اللعب او مشروع المنتخب السنغالي في مكان سيسي، يعني في بلاصه سيسي، وشرح له ووضح له المجموعه ووضح له الصوره باللي احنا المنتخب السنغالي رايحين نحتاجوا لاعبين لامثالك ونحتاجوا بعض اللاعبين الاخرين وعندنا كاس العالم قادمه، يعني سهل له الامور. رغم انه ساديو ماني يلعب في الدوري الالماني واللاعب نياكيتي يلعب في الدوري الانجليزي
الممتاز بريمير ليج مع نوتنغهام فورست، لكن هذا الامر ما منعش انه كان اتصال بين ساديو ماني واللاعب نياكيتي. نحاول ساديو ماني يقنعه بالمشروع ممكن الرياضي اللي مختص به طبيعة الحال المدرب سيسي، او يقربوا للمجموعه وحنا منتخب سنغالي عندنا لاعبين جيدين ومقبلين على كاس العالم، نحتاجوا لاعب مثلك انت، نحتاجوا لاعب في المواصفات نتاعك. اذا نتمنى ان نشوفوك مع المجموعه مع المنتخب السنغالي، وحاول وقنعوا ونجح في اقناع اللاعب بالانضمام للمنتخب السنغالي. في الجهه المقابله عندنا القائد المنتخب الوطني رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز. لما نسقطوا يعني القضيه الاولى بين ساديو ماني ونياكيتي مع رياض محرز ولاعب اخر يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز الا وهو ايت نوري. ايت نوري لاعب ولفرهامبتون الانجليزي. صوره دولها العديد من المواقع تجمع بين ايت نوري واللاعب رياض محرز. صحيح انه رياض محرز معنويا منضر بسبب الردود نتاعو اللي تراجع داخل نادي مانشستر سيتي، يعني مازال يحتاج اثبات وجوده رغم انه في القضايا هذه ولا في الامور هذه لاعب مثل رياض محرز عنده كلمته مسموعه وعندها صدى كبير لما يتكلم مع لاعب صاعد مثل ايت نوري او عدلي او عوار او هذم اللاعبين الشباب اللي طالعين يقدر ياثر عليهم، ولو انه رياض محرز يمر بفتره صعبه وصعبه للغايه. اذا هنا نشوفوا ونقارنوا بين ساديو ماني وموسى نياكيتي اللي انضم للمنتخب السنغالي وبين رياض محرز واللاعب ايت نوري. هل يستطيع ولو انه في الظروف الصعبه نتاعو رياض محرز، هل يستطيع رياض محرز جلب ايت نوري لاعب ظهير ايسر نادي ولفرهامبتون؟ هل يعني اللونجاج او الكلام مع اللاعب يحاول انه يكون فيه صفه الاقناع او للانضمام اللاعب للمنتخب الوطني؟ يعني قادر رياض محرز يلعب دور الاتحاديه او دور ماناجر او دور حتى المدرب؟ وهذا مش عيب انه شفنا ايضا لاعبين اخرين في العديد من المنتخبات العالميه هو المدرب الثاني، مدرب في أرضية الميدان أو خارج حتى أرضية الميدان. المدرب جمال بلماضي قادر يلعب دور أيضا رياض محرز مكان جمال بلماضي كالمدرب ممكن خارج أرضية الميدان. إذا الدور هذا مهم جدا. ساديو ماني لاعب كبير، لاعب عنده اسم كبير في الكرة الأوروبية، جلب موسى نياكيتي. إن شاء الله رغم أنه كما قلت أمور نتاع رياض محرز مع يعني المستوى نتاعو تراجع المده الاخيره ومش يلعب صفه دائمه، ربما لو يرجع رياض محرز المستوى نتاعو المعهود، ولو حتى يعني حتى كيما هكا يعني كيما المستوى هذا نتاعو، يقدر رياض محرز انه يقنع المواهب الشابه من بينهم ايت نوري يعني بسبب انه يلعب في الدوري الانجليزي ممتاز، يقنعوا بي ويهضر معاه بصفه نتاع قائد، انا قائد المنتخب الوطني الجزائري، ماذا بينا نشوفوا لاعبين شباب اللي رايحين يحملوا المشعل في المستقبل، انت واحد لاعب شاب كيما انت يا ايت نوري يحتاجوا في المنتخب الوطني للمستقبل. هذا ربما نقول كلام لونجاج اللي راح ممكن يتكلم به رياض محرز مع اللاعب ايت نوري، لان دور رياض محرز دور مهم جدا، ولو انه مر بفترة صعبة لكن يبقى رياض محرز اسم كبير أيضا في الكرة القدم الأوروبية والإفريقية في نفس الوقت، لاعب كبير، لاعب عنده تاريخه، لاعب عنده إمكانياته، يلعب في نادي أقوى النوادي في أوروبا ومن أحسن النوادي في العالم، يعني يبقى اسم رياض محرز اسم كبير ولو أنه كما قلت بين قوسين يمر بفترة صعبة. إذا دور القائد ليس فقط في أرضية الميدان بل حتى خارج أرضية الميدان، ويتجاوز حتى كدور مدرب أو دور رئيس الاتحادية أو دور حتى المانجر. إذا كان هذا فيديو اليوم، حبينا نسلط الضوء على قضية موسى نياكيتي لاعب منتخب السنغالي الحالي اللي كان يلعب في نادي ماينز الألماني وانتقل إلى نوتنغهام فورست، ودور الفعال اللي قام به
لاعب بالكبير ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الألماني ولاعب ليفربول السابق، في إقناع هذا اللاعب وانضمامه، وبالفعل تم انضمام اللاعب موسى نياكيتي إلى صفوف المنتخب السنغالي بقيادة سيسي. هل نرى نفس الشيء دور آخر للاعبنا الدولي الجزائري رياض محرز مع لاعب مثل أيت نوري اللي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول هابطون؟ إذا في الأخير ملتقينا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.